السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للإخوة والأخوات، تحية طيبة لجميع المناضلين والمناضلات من داخل المغرب وخارج المغرب، تحية خاصة لجميع المعارضات والمعارضين للنظام في المغرب وخارج المغرب، وتحية خاصة لجميع المشاركين والمشاركات في القناة، وتحية خاصة لجميع الناس اللي تخليوا تعليقات على الفيديوهات كيف ما بغات تكون إيجابية ولا سلبية. مرحبا بالجميع. وفي أول ما سأقوم به هو يعني هنيئا للشعب المغربي، يعني هنيئا للنضال، هنيئا يعني شي حاجه كتفرح، شي حاجه اللي فهمتي، شي حاجه اللي كتقيسك او فون، يعني ديب 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 ديب، يعني شي حاجه اللي كتدخل لك مزيان في يعني في لا بيرسوناليتي ديالك، يعني كتخليك كتفكر كتقول واه المغاربه، يعني كنا كنقولوا المغاربه عرفتي راه ما غيقدروا يديروا والو، المغاربه يعني قتلهم النظام، المغاربه تخدروا بالنظام، ولكن في الحقيقه المغاربه يعني عبروا على انهم يعني شعب عظيم. والله العظيم من المغاربه اولا كي يعني اللي كتقرا مثلا التحقيق ديال المقاطعه، كتقرا مثلا جورنات عالميه كتهضر عليه، كتشوف قنوات دوليه كتهضر عليه وتيقولوا ان المغاربه عرفتي راه حقوا واحد النجاح اللي مغمح، يعني حتى دول مثلا متقدمه ما قدرتش توصل لهذه القضيه، يعني دول متقدمه ما داروش هذا الشيء اللي داروا المغاربه، يعني اللي عن طريق السوشيال ميديا انهم حققوا ثوره على النضال المغربي، وحققوا واحد الثوره على اخطبوطات الاقتصاد المغربي، ويعني هذا نجاح، يعني هذا كنا هذا نجاح كنفتخروا به وكيفتخر به الانسان المغربي، يعني هو هدية، يعني هذه هي يعني هذه واحد هنا الإنسان المغربي، المواطن المغربي كيتحط فوق البوديوم وكتهدى كيتهدى ليه فهمتي داك شي حاجة ذهبية، الميدالية الذهبية في النضال السلمي، النضال يعني واحد الطريقة اللي كانت سلمية وكانت بسيطة وكانت وحضارية، يعني هذه قمة الحضارة، هذه قمة الوعي، هذه هي قمة يعني النضال. يعني هنا فاش كنشكر جميع المناضلين، يعني الاخوه مثلا ديال اليوتيوب، الاخوه ديال فيسبوك، الاخوه ديال يعني اي واحد مثلا تيدير فيديو، اي واحد كيهضر، اي واحد كيدير لايف، اي واحد يعني كيساهم، يعني راه نفس كنقول لكم يعني الانسان ما يمكنش مثلا غيتاثر على ما يمكنش مثلا غادي ترسل رساله في واحد النهار ولا في واحد السيمانه، ولكن هذا الشيء كيجي تدريجيا، يعني باش كترسل الرساله هو كثره الاصوات، هو اعتلاء الاصوات، الاصوات خصها تعلى وتزيد تعلى تعلى بزاف باش يمكن توصل، لان كما كنقول لكم حتى مثلا الانسان الا كان عياش ملي كتبقى تطنطن عليه وكتقول له الحقيقه ديال النظام وكذا راه كتخليه تيفكر، راه حتى العياش مثلا تيقول عاش الملك، ولكن ملي كيشوف مثلا لاماسك، كيشوف واحد عدد كبير من المغاربه تيقولوا العكس، راه حتى هو كتدخلوا في الشك، كتدخل لي الشك في راسه، كيبقى يقول اوه كيفاش هذا العالم كله تيرفض النظام وانا كنطبل ليه، دونك راه شي حاجه مش يعني انا فيه شي حاجه غلط. هنا كتخلي مثلا الانسان تيفيق، حيت علاش كنقول مثلا كل ما كثروا المناضلين، كثروا الاخوه، كل ما كثرت الاصوات في الداخل وفي الخارج، والا كل ما غادي تحقق الامنيه ديال الشعب المغربي. وبهذه المناسبة هذه كنطلب يعني من الإخوة المناضلين والمناضلات خاصة في الفيسبوك، ما عنديش أنا فيسبوك، يعني ما يعني كان عندي فيسبوك ولكن توصلت أنه فيسبوك ماشي سيف، ماشي سكيور، يعني يمكن الواحد يخترقك يعني في أي لحظة، وأن يعني سهل أنهم يسدوه لك، يعني أنهم ينوضوا مثلا يتشكاو بك يسدوه لك، ويعني كتبقى دائما في ديك القضية ديال البان، ديما مباني ديما مباني، اللهم ما عندنا ما نديروا به. يوتيوب عندنا فيها واحد المساحه من الحريه، واحد المساحه من الديمقراطيه اللي كيمكن الانسان يهضر فيها. بهذه المناسبه هذه كنوجه الخطاب ديالي للاخوه المناضلين والمناضلات، اتفقتوا معايا ولا ما اتفقتوش معايا هذا ماشي مشكل، ولكن هذا رايي الخاص، يعني كنتمنى انكم تتفقوا معايا فيه، ولكن هو كفكره، يعني شنو هي الفكره؟ اننا نطالب الشعب المغربي بمقاطعه صلاه الجمعه. يعني بمقاطعة صلاة الجمعة، يعني ماشي واحد المطلب اللي صعيب، ماشي واحد المطلب اللي غادي اديك، ماشي واحد المطلب اللي غادي تسبب لك في انك ما غاديش تخلص في الخدمة، ما غاديش تسبب لك يجريو عليك من الخدمة، ولكن واحد المطلب اللي بسيط، اننا نطالب الشعب المغربي بعدم الذهاب لصلاة الجمعة. علاش؟ لأن كنعرفوا أن النظام المغربي كيستعمل المنابر ديال صلاة الجمعة لتمرير مخططاته الشيطانية لتخريب الشعب المغربي، وباش كيخليو الشعب
كيركع بزاف وكيخليو يعني كيحاولوا يرجعوا الشعب خرفان يعني كيخرفوه مزيان يعني تخدير الشعب يعني ان المنابر في المساجد هي اصبحت وسيله للتخدير مادام ان الخطب كتجي من عند وزير الشؤون الاسلاميه اللي قال بعظمه لسانه ان البيعه ديال محمد السادس هي امتداد للبيعه ديال النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا ان واحد الانسان تيقول ان البيعه ديال محمد السادس راه هي البيعه ديال النبي، اشنو بغى يعني؟ يعني بحال اللي بغى يقول لكم اودي الملك راه هو النبي، بحال بغى يقول لكم الملك راه اله، بحال بغى يقول لكم اودي هذه البيعه هذه راه ما خص يعني هادشي علاش مثلا. والخطير في الامر هو ان ملي كيجيو مثلا هذيك الخطبه اللي كتفرض على الخطباء وعلى المساجد يعني دائما تيكون بها واحد الميساج اللي واحد الميساج اللي مخزاني يعني ما تيهمهمش هما ان الخطبه اشنو هي الخطبه. الخطبه وهي كتكون فيها واحد نوع من الدروس للمواطن المسلم، الدروس كتهتم بالمجتمع، كتهتم بالدراسة، كتهتم بتربية الأطفال، كتهتم بمعاملة المرأة، كتهتم بمعاملة المجتمع، كتهتم بمعاملة الجيران، كتهتم بمعاملة المجتمع يعني بمعاورة الأشخاص. ولكن هما بالعكس في المرابر المغربية ديال خطب الجمعة ولات كلها سياسية، يعني دائما تيحاولوا أنهم يرجعوك أنت راك فوتيف يعني في جميع الخطب. هذه انا ما كنمشيش للمسجد، هذه هضره ديال الاخوان اللي في المغرب تيقول لك اودي الخطب المغربيه ولات هي تخويفيه، تيحاولوا دائما يخوفوا الانسان المغربي، تيحاولوا دائما يخليوه مثلا خايف تيعيش يعني خايف تيعيش انه يعني ولات سياسيه اكثر ما هي يعني دينيه. يعني ديك الوظيفه ديال الخطبه ديال خطبه الجمعه يعني تغيرات في النضال المغربي، تغيرات ولات لها عندها اهداف سياسيه، هو اهداف انك هي الطاعة، هي طاعة الملك، هي وخصكم تشوفوا واحد القضية اللي مشهورة جدا وهو في آخر الخطاب آخر الخطبة ديال الجمعة شنو تيكون؟ تيكون الدعاء ديال الملك يعني ذوك الناس مثلا المصلين كلهم تيكون مفروض عليهم حتى هما يقولوا آمين. الخطيب تيقول لهم يا رب تعطي لمالكنا طيارة جديدة، ويا رب تعطي لمالكنا فولكسفاغن جديدة. وهذوك مساكن ذوك الناس المصلين يعني مفروض عليهم تيقولوا آمين آمين. وراه هذا هو ماشي الدور ديال صلاة الجمعة، نورمالمون ماشي هذا هو الدور ديال صلاة الجمعة. الدور ديال صلاة الجمعة وهي النظر في هي مناقشة أحوال المؤمنين، مناقشة أحوال المسلمين في جميع أنحاء العالم، يعني اتحاد المسلمين، يعني نحاول نجمعوهم ونحاول نديرهم. ولكن حنا العكس، حنا مثلا ملي كتجي كتبقى تشوف الخطبه كيزرعوا العداء ما بين الجزائر والشعب الجزائري والشعب المغربي، كيجمعوا الجزائر ديك القضيه ديال وحدتنا الترابيه الوطنيه والصحراء المغربيه. واش عباد الله الخطب ديال الجمعه كتفهم فيهم الصحراء كيضرب فيها على الصحراء؟ واش هذا ماشي الحماق؟ واش الجمعه يعني هي نقاش للمشاكل الدينيه للمشاكل الاخرويه وهما كيجيو كيبقاو كيدخلوا فيها يعني الصحراء المغربيه كيبقى يدخل فيها الجزائر وكيبقى يدخل فيها؟ يعني هادشي راه خطير جدا. هادشي علاش كنقول يعني ان كنتمنى ان من الاخوه والاخوه المناضلين والمناضلات في جميع انحاء العالم وحتى في المغرب، يعني هذه خطوه ستسقط الشرعيه على ملك المغرب. علاش؟ لان الملك المغرب دخلنا بديك القضيه ديال امير المؤمنين، دخلنا بديك القضيه ديال البيعه، ان الشعب المغربي يعني كيقدم ليه البيعه. دونك الى رفض الشعب المغربي كله ما مشاش مثلا لصلاه الجمعه ستكون ضربه قاضيه، النظام المغربي غادي يبقى يدخل الصهد. انا اقسم لكم بالله العلي العظيم، يعني هذه كلمه من عندي انا. لو المغاربه انهم يرفضوا يمشيوا لصلاه الجمعه، يعني حتى واحد ما يمشي لصلاه الجمعه، كنقسم لكم بالله العلي العظيم للنظام ورباعته ما غيشدوا من النعاس نهار الجمعه بالليل، والله ما غينعسوا. شرا واخا مع شنو تقاطع واخا مع شنو دير، ولكن القضيه الخطيره اللي كاينه في المغرب وهي انهم شادين الشعب من الجانب الديني، من الجانب العقائدي، يعني كيستعملوا الاسلام باش كيسيطروا على الشعب المغربي. الوغ من الشعب المغربي غادي يفيق وما غيمشيش لصلاه الجمعه، اشنو غادي يقول؟ غادي يقول النظام كيكذب عليا، اشنو غادي يقول؟ ودونك هاد البيعه راه غير التخرويق، دونك هاد البيعه غير الكذوب. هنا الشعب غادي يبقى يعيق، يعني غادي تبقى تسلخ
النظام المغربي من ديك من داك الجانب الديني ديالو، كتبقى تحيدو من داك الجانب الديني. يعني هذاك اللي حاكمنا، هذاك اللي كيعتبر راسو امير المؤمنين، ما غيبقى امير المؤمنين لا والو، غتولي تسمى ديكتاتور، قول ليه رئيس ديكتاتور، رئيس مسيطر على البلاد، غتبقى تسمي شحال، ولكن ما غيبقاش يتسمى امير المؤمنين. لكن مادام ان المغاربه غادي يمشيو لصلاه الجمعه ويتصنتوا الخطيب كيقول لهم دعيوا على امير المؤمنين ووالي المله والدين وكذا، راه شي حاجه ما قضيناها. مادام ان الشعب المغربي بغى يتصنت الخطبه ديال الجمعه رسميا، يعني واحد الحاجه اللي سهله جدا، يعني ما غادي تسبب لك لا في الطرد من الخدمه، ما غتسبب لك حتى في شي حاجه، انك ما غاديش ما تمشيش غير صلاه الجمعه مثلا، بداها غير جمعه واحده وسيروا المغاربه غادي ديروا، كنقسم لكم بالله العلي العظيم الى هنا فاش المغاربه غادي يبداو يفهموا الميساج ديال النظام الملكي، انه يستعمل الدين ويستعملوا المنابر ويستعمل الخطباء لتمرير مخططاته الشيطانيه، وهو عباده الملك. لان دابا وصلنا لواحد القضيه ان الشعب المغربي ولا كيعبد الملك، وما بقاش مثلا الملك غير كمالك، ولكن وصل القضيه العبوديه، ان الشعب المغربي ولا خصم المفروض عليه انه يعبد الملك، لان لو كان مثلا كمالك مالك خصو يكون معارضين، ويكون معارضين في المغرب، ويعني معارضين ما خصهمش يتعرضوا للسجن، ما خصهمش يتعرضوا للتعذيب، ما خصهمش يتعرضوا للقتل. ولكن ملي كتوصل مثلا ان النظام واحد النظام كيبقى يقتل المعارضين، هنا راه كيوصل لديك القضيه ديال الالوهيه، كيبقى يقول الشعب المغربي راه انا ربكم الاعلى، وهذا الشيء دابا اللي كيدير لمحمد السادس، يعني انا ربكم الاعلى، يعني ما يمكنش تعرضوني، واللي عارضني راه غنخلي ضربوه، اللي عارضني غنطلع مع القرعه، واللي عارضني غادي نسجنو. يعني هنا راه شي حاجه اللي تجاوزات الملك، شتي حتى الملك راه تجاوز، شتي الملك راه كيكونوا عنده معارضين، ولكن حنا في المغرب راه تجاوز ديك القضيه ديال الملك ولا شي حاجه اكثر من الملك، حتى الامبراطور كيكونوا عنده معارضين، ولكن في المغرب تجاوز ديك القضيه ديال الامبراطور، يعني الملك ولا في يعني في درجه الالوهيه، يعني ولا كاله، انه يعني يقصي كل من يعارضه، يعني ان وليتي انك الى مثلا كتعارض الملك راه وليتي كترتكب ذنب، وعلى ذاك الذنب اللي كترتكب خصنا نعذبوك، خصنا نقمعوك باش ما تمشيش لجهنم، لانك اسأت الى الاله. وهنا في هذه القضيه هي اللي وصل لها النظام المغربي الحالي، ان الملك ولا حطوه في درجه الاله، ولا كاع يعني كاع جميع اطراف الشعب كتبغي الملك، كتلقى فنان خصم المفروض عليه يبغي الملك، كتلقى ممثل تيخرج تيقول انا كنبغي الملك، كتلقى انسان عادي مسكين كيشدوه تيقول تيعطوه الميكرو تيقول لهم انا احب جلاله الملك، انسان في الشارع كيقول له ما رايك في جلاله الملك تيقول لهم جلاله الملك امير المؤمنين. يعني ما كاينش مثلا شي انسان في المغرب اللي كيتجرأ وكتقدم ليه مثلا شي تلفازه ولا شي واحد كيقدم ليه الميكرو تيقول ليه قول لي هضر لي على الملك وتيقول الملك راه لص ولا سميتو، ما كيقدروش. علاش؟ لان ما بقاتش القضيه دي، لان الملك هنا تجاوز القضيه ديال الانسان، ما بقاش الانسان في المغرب، الملك ما بقاش انسان، لان الانسان راه كتختلف معاه الانسان، كتعارضوا الانسان كتوقف ضده، ولكن حنا في المغرب الملك تجاوز القضيه ديال الانسان، ما بقاش في محل الانسان، ولكن في واحد المحل الاخر اللي فوق الانسانيه وفوق البشريه اللي هي الألوهية. يعني ما يمكنش تعارضه وما يمكنش نافق وما يمكنش تكون ضده، لانه ما كيديرش حاجه خطا. هذا هو اللي ولاو دابا كيديروا لنا في المغرب، ان الملك ما كيقوش بالاخطاء، يعني ما يمكنش مثلا تعارض الملك، لان الملك ما كيرتكبش اخطاء. هادشي علاش خصك مثلا تبغيه، وهادشي خصك تحبه، وهادشي علاش خصك تقول جلاله الملك نصره الله، وما يمكنش تكون ضده. وكتشوف مثلا كيجمعوا الفنانين وكيجمعوا المغنيين وكيجمعوا وكيقولوا لهم ما يمكنش مثلا شي واحد يكون ضد الملك، يعني شي حاجه امبوسيبل. يعني النظام المغربي في المغرب وصلنا لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. اوكي، يعني كنتمنى انني طولت عليكم، ولكن كيف ما قلت لكم الا بغيتوا تعطوا الضربه القاضيه للنظام المغربي هي مقاطعه صلاه الجمعه، يعني شيء بسيط جدا، يعني مقاطع، يعني ربي راه والله حتى كيسامح لك شتي في المغرب وما تمشيش لصلاه الجمعه، كنقسم لكم بالله العلي العظيم اما غادي نتحاسبوا. علاش؟ لانك ملي كتمشي لصلاه الجمعه كترتكب جريمه، يعني كترتكب ذنب، لانك ملي كتمشي لصلاه الجمعه لا تعبد الله ولكن كيفرضوا عليك باش كتعبد محمد السادس، وهنايا راه كتدخل في الشرك، هنا كتدخل يعني لواحد الطريقه اخرى، واحد المنظر اخر اللي صعيب جدا. فوالا هذا الشيء، هذا هو يعني بلا ما نزيد نطول عليكم، يعني هذا الموضوع داخل مزيان، ولكن بلا ما نطول عليكم، الى فرصه قادمه والسلام عليكم.